هلا والله، فيديو اليوم رد على تحدي قناة رياليتي توداي. طبعا للي ما يعرف قناة رياليتي توداي هي قناة تنشر فيديوهات عن نظريات المؤامرة. ننتقل للتحدي. يقول لك تجربة أروتاستانيس معناها شخصية خرافية وزيفوها وجعلوها شخصية تاريخية لتمرير خزعبلاتهم الوثنية. ابحث في كل كتب التاريخ، لو وجدت هذا الاسم سأغلق قناتي. إذا التحدي هو إيجاد اسم أروتاستانيس في كتب التاريخ. للي ما يعرف أروتاستانيس هو عالم يوناني عاش قبل 2200 سنة، قاس محيط الأرض، وهو اللي اخترع كلمة جغرافيا. الآن وين ذكر اسم أروتاستانيس؟ نفتح كتاب القانون المسعودي للبيروني صفحة 528، وزعم جاليوس أن أروتاستانيس ما بين بلدي أسوان والإسكندرية. هل هذا رح يكفينا الرد؟ لا، رح نجيب كتب ثانية مثل كتاب بيبليوتيكا غريكا يوهان ألبرت سنة 1716، والكتاب الأخير لسترابون قبل 2000 سنة. راح تلاحظ الاسم بالفهرس بالصفحة الثانية. وطبعا لو جبنا كل مرة ذكر بها اسم أرتاس في كتب الجغرافيا ما راح تنتهي الحلقة. فأتمنى من صاحب قناة رياليتي توداي يكون رجل وقد كلمته. يا أيها الذين آمنوا إجاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.